علي بما تشاني لن تسلبي حريتي مني. أنا حرة، سأبقى حرة ما حييت. إن رأيتك تجلس هنا مرة ثانية رميتك خارج هذه الدار. صدقيني يا زمردة، إن استمريت بطريقة تفكيرك هذه سنخسر كل شيء، ولن يشتريها أحد بعد الذي فعلته، وفوق كل ذلك ستموت إن منعت عنها الطعام أكثر. فلتمت هي وأنت، مثلها لا يستحق إلا الموت، بل الموت كثير عليها. وماذا سنجني من موتها غير السجن؟ أرجوك يا زمردة لا تدعي غضبك يقودنا إلى التهلكة، أرجوك. هل انشقت لكما أرض بغداد يا ابنتي؟ لم أترك مكانا في بغداد إلا بحثت فيه عنكما دون جدوى. أين ذهبتما؟ لكنني لن أيأس من العثور عليكما، لن أترك زاوية في بغداد إلا وسأبحث فيها عنكما. اللهم رد لي ابنتي، اللهم رد لي ابنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستطيع مساعدتك يا عمّا؟ جزاك الله خيرا يا ولدي، إنما كنت أرتاح من وحثاء السفر، كم ألمني عناء الطريق. كان الله في العون، كان الله في العون. السلام عليكم. وعليكم السلام. صدقيني يا زمردة بالقسوة لن تصلي معها إلى أي نتيجة. دعينا نجرب اللين علها تكون طريقة جيدة. جربت معها اللين ولكنه لم يجدي. أنت جربت ولم تفلحي، دعيني أجرب أنا، وإن لم أنجح افعلي بها ما تشائين. وكيف ستقنعها أيها الذكي؟ قل لي. إن قلت لك إنني أعرف سأكون كاذب، لكن قلبي يحدثني أنني سأنجح في تليين رأسها. دعينا نحاول، لن نخسر شيئا. حسناً يا حنظرة، سأنزل عند رغبتك هذه المرة، ولكن إن لم تفلح لأجعلنها تشتهي الموت ولا تناله. اذهب. أترى ستمن علي الأيام برؤية أهلي مرة أخرى؟ أيعقل أن أتزوج دون أن أجد حولي أهلي؟ أي سعادة تلك التي سأشعر بها وأنا أتزوج بعيداً عن أهلي؟ أخرج وحيدة إلى بيت زوجي؟ ألن يسير معي أبي وأمي وأختي فوز إلى بيت زوجي كما يفعل مع العروس؟ أين أنت الآن يا أبي؟ أين أنت الآن يا فوز؟
أتتركاني في ساعة مثل هذه؟ اللهم، كما جمعت يوسف بأبيه وإخوته، اجمعني بأهلي عما قريب يا رب. يا رب. صدقيني يا فوز، لن تنالي بعنادك هذا إلا الجوع والعطش والعذاب والصوت. زوجتي وأعرفها، هي أعند مخلوق على وجه الأرض. إن أرادت شيئاً أصرت أن تحصل عليه. اخدعيها، أوهميها أنك موافقة على بيعها لك. لن يشتريك أحد بهذا المنظر. أرجوك دعينا نكسب الوقت. لو كنت مكانك لوافقت أن أباع لأي عابر سبيل على أن أبقى في بيت زمردة. أرجوك وافقي. وافق. كنت أعرف أنك فتاة طيبة وذكية وتعرف مصلحتها جيدا. من الآن فصاعدا ستعاملك زمردة أفضل معاملة ولن تخسري أي شيء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ما هي إلا أيام قليلة تتحسن صحتها وتزول آثار الكدمات عن وجهها. علينا أن نبدأ بالبحث عن شار لها اليوم قبل الغد. ألا ننتظر قليلا حتى تتحسن تماما؟ لا نريد أن نخسر المال بعد كل الذي فعلناه. لا 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 لا, لا يهمني أن نخسر بعض المال، المهم عندي أن أتخلص من هذه المأفونة. كما تريدين. مع إشراق شمس الغد تبدأ بالبحث عن شار لها، فهمت؟ الحقيقة يا شيخنا أني قصدتك في أمر يخص أحمد بن حنبل. وما هو يا ابن نوح؟ لا أدري ماذا سأقول. إن أحمد في حالة فقر وعوز لا يعلمها أحد إلا الله وحده، وقد عانى في سابق أيامه من مرارة هذا الفقر، وكاد عوزه يصرفه عن طلب العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا محمد، حسناً فعلت ونعم الصديق أنت. الفقر يا بني لا يصرف إلا النفوس الضعيفة عن طلب العلم، وصديقك ابن حنبل ذو رأي وعزيمة ولن يعوقه شيء عن متابعة طريقه. سأعطيك بعض المال، ادفعه إليه
علها تعينه. يا شيخنا، إن أحمد كما قلت صاحب رأي وعزيمة، ولن يقبل أي عطاء من أي أحد حتى لو كان من ذوي القربى إليه. إن عزة نفسه أعيتنا نحن أصحابه من قبل. وما العمل إذن يا بني؟ لو ساعدتنا في أن نجد له عمل يعينه على أعباء الحياة ولا يؤخره عن درسه. عمل؟ وأي عمل؟ أجل يا شيخنا، فعمله لن يصرفه عن طلب العلم. حسنا، سأرى ما يمكن فعله. هيا إلى الدرس. أرى يا مولاي أن في يد جعفر بن يحيى من الأعباء ما يكفيه عن ولاية خراسان. وهل أنت خائف منه أم عليه يا ابن الربيع؟ إخلاصي لأمير المؤمنين يقول كلاهما عندي سواء، ما دمت عمري أخدم أمير المؤمنين. اسمع يا ابن الربيع. سميعا دعوت يا مولاي. لو أن غيرك كلمني في شأن جعفر لسمع مني ما لا يحب ويرضى، ولكنك تعلم يا ابن الربيع لك في قلبي أمير المؤمنين منزلة أرجو ألا تحملك على قول ما لا ينبغي وما لا أحب سماعه. وهذا ما أطلق لساني على قول ذلك يا مولاي. اسمع يا ابن الربيع، أنا أعلم أنك لا تحب جعفر، أما خوفك منه فهو ما لا أحب أن أسمعه منك مرة أخرى. إن كنت حريصا على مقامك عند أمير المؤمنين دع جعفرا وشأنه يا ابن الربيع، دع جعفرا وشأنه. مولاي أمير المؤمنين، إنما هي هواجس نفس لا غير، وأنت من عودني ألا أكتم عنك شيئا. جنب هواجسك جعفر يا ابن الربيع، جنب هواجسك جعفر. كما يشاء مولاي. أما بعد، فقد سمعنا أقواما ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولو تأملنا لوجدنا أن الله أمرنا في كتابه بفرائض الإسلام كالصلاة والزكاة والحج، ولم يبين لنا صفاتها ومقاديرها، بل جاء ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين لنا عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها، ونصاب الزكاة ومواقيتها، وواجبات الحج وأعمال العمرة. وهذا كله بيان واضح لحجية السنة. فقاتل الله من فرق بين كلام الله وسنة نبيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهل خلت الديار من النساء حتى تعجز أمك عن إيجاد عروس لك؟ كنت أفقد عقلي يا أبا دلام قبل أن يتم أمري، أخشى أن يبغت الموت أمي قبل أن تجد لي عروسا. فإذا ادعو الله أن يطيل في عمر أمك حتى تجد لك عروسا. أخشى أن تلقى أمي حتفها قبل أن تجد لي عروسا. أمي، أمي، الحمد لله على سلامتك. سلامتي؟ سلامتي من ماذا أيها الأحمق؟ حسبتك لا 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 شيء، لا شيء. ما أكثر ما تتمناه الآن؟ الآن الآن؟ نعم، أن يطيل الله عمرك. أنت طيب رغم كل ما فيك. لقد وجدت لك عروسا. حقا فعلت يا أمي؟ نعم. قولي لي أين تسكن؟ كم طولها؟ كم عمرها؟ ماذا تأكل؟ ماذا تشرب؟ قولي يا أمي. على رسلك، إنها ابنة القصاب،
فتاة في غاية الأدب، خلوقة، والأهم من هذا وذاك لها فم يأكل ولا يتكلم. ماذا تقصدين يا أمي؟ خرساء؟ قاتل الله غباءك، قصدت أنها فتاة خلوقة خجولة. الحمد لله الحمد لله، حسبت أنها خرساء. قولي لي يا أمي، قولي لي، هي جميلة؟ هذا ما يهمك؟ ما يهمني الأخلاق. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هلما بنا يا صاحب. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد. لبيك يا شيخ. أريدك في أمر مهم. علمت أنك تبحث عن عمل، وعندي لك عمل في دار الوراقين، فما رأيك؟ بارك الله فيك يا شيخ. هيا تعال معي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرف لنا أن تزورنا يا شيخنا. أهلا بك يا ابن معين. لقد أتيت بهذا الشاب ليتعرف على مكان عمله الجديد. إنه أخوك أحمد. أعرفه جيدا يا شيخنا، إنه صديقي. حقا؟ إذن خذ صديقك عني واكفني مؤونة ما جاء من أجله. السمع والطاعة يا شيخنا. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بأحمد بن حنبل. انظر. لا أكاد أصدق عيني يا فرج. أيعقل أننا سنسكن داراً كسائر البشر ونترك أكواخ القصب؟ ها أنت ترين هذا بأم عينك يا أم الفرج. بارك الله في معلمك بهزات، إن له فضلاً عليك بإقراضك المال حتى تستأجر هذا الدار. أخيراً أخيراً أصبحنا كسائر البشر يا فرج. هذه تباشير الطريق يا أمه، ستفتح الدنيا لنا ذراعيها بإذن الله. إن شاء الله يا فرج، إن شاء الله. هنا تنسخ كتب المغازي والسير، وتنسخ أيضا الأحاديث النبوية الصحيحة منها والمدلس فيها. المدلس فيها؟ وهل ثم من يتجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، أجل يا ابن حنبل، هناك من يحرف الحديث عن مواضعه، ومن بعد مواضعه يختلقه ويبتدعه ويزور في متنه وإسناده، ولهذا أنشئ علم الإسناد. يا هارون يا هارون يا مفتون، متى تعقل؟ أنا المجنون ومن؟ بل أنا العاقل يا هارون. وكيف يكون عقلك هذا؟ لأني علمت أن قصرك زائل وأن هذا باق، فعمرت هذا. أما أنت فقد عمرت قصرك وخربت قبرك، فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب، مع أنك تعلم أنك إليه صائر لا محالة. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ ألا يدعو هذا إلى الجنون يا هارون؟